بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن الدرس الثاني، بيتكلم عن الثورة إيه العرابية. تعالوا كده يلا مع بعض نبدأ. طبعا في الدرس اللي فات عرفنا إزاي إن الدول الأجنبية بريطانيا وفرنسا قدروا ان هم يتدخلوا لدى السلطان العثماني ويفرضوا عليه عزل، اصدار قرار او فرمان بعزل الخديوي اسماعيل وتولية ابنه الخديوي توفيق حكم مصر. طبعا الكلام ده كان ليه بقى؟ بسبب ان اسماعيل بدأ يستجيب لمطالب الشعب وعزل الوزير الفرنسي والانجليزي من الوزارة، الوزارة المختلطة اللي كانت برئاسة نوبار باشا، واستجاب للشعب في اللائحة الوطنية بانه وافق على الدستور. فلذلك البريطانيين والفرنسيين لقوا ان اسماعيل كده خلاص ما بقاش يحقق لهم مصالحهم، فلازم أن يتخلصوا منه، وسعوا لدى السلطان لعزله. وفعلا السلطان العثماني اصدر فرمان سنة 1879 بعزل اسماعيل وتولية ابنه توفيق حكم مصر. تولى الخديوي توفيق الحكم وقد ادرك منذ البداية مدى قوة وتسلط النفوذ الاجنبي في مصر. طبعا ليه بقى؟ الاجانب هم اللي جابوه، هم اللي حطوه على كرسي العرش، هم اللي شالوا ابوه اللي هو الخديوي اسماعيل، وحطوه هو يحكم مصر بدلا منه. لذلك كان كل انتمائه وكل يعني سعيه لارضاء لارضاء النفوذ الاجنبي، ويعني لارضاء الاجانب الانجليز والفرنسيين، علشان طبعا طول ما هم راضيين عنه هيفضل موجود على العرش ويفضل موجود في الحكم اطول فتره ممكنه. لو خالفهم او اعترض عليهم او ما نفذ لهمش اوامرهم في الحاله دي، ممكن ان هم يعملوا معاه زي ما عملوا مع ابوه ويعزلوه من حكم مصر. يبقى هو ادرك مدى قوه وتسلط النفوذ الاجنبي في مصر، فاتخذ سياسه ادت الى زياده التدخل الاجنبي في شؤون البلاد. يعني سياسته كانت بتؤدي الى التدخل الاجنبي او زياده التدخل الاجنبي. احنا عارفين التدخل زاد قوي في عهد الخديوي، هو بدا في عهد سعيد باشا، ثم زاد في عهد اسماعيل، وزاد اكتر في عهد الخديوي توفيق، الى ان هيصل الى احتلال البلاد بالقوة العسكريه. من بين بقى الاعمال اللي هو قام بيها اللي بتوضح لنا يعني زياده التدخل الاجنبي في شؤون البلاد، ان هو اعاد نظام المراقبه الثنائيه. فاكرين نظام المراقبه الثنائيه اللي هو كان بيتكون من 2 مراقبين، واحد انجليزي للايرادات والتاني فرنسي للمصروفات، اللي هو كان بيعتبر من احد الحلول للقضاء على الازمه الماليه، ولكنه فشل في حل الازمه الماليه. ده كان موجود في ايام الخديوي اسماعيل وفشل، والخديوي اسماعيل لغاه. فلما جه توفيق اعاده مره اخرى تاني، يبقى اعاد نظام المراقبه الثنائيه واعاد ماليه مصر في ايدي الانجليز والفرنسيين. كمان رفض اللائحة الأساسية اللي هي الدستور لمجلس النواب. يعني اللائحة الوطنية أو الدستور اللي كان موافق عليه إسماعيل هو لغاه ورفضه، وده طبعا كان السبب اللي هو خلى خلى بريطانيا وفرنسا يقوموا بعزل إسماعيل لما وافق على اللائحة الوطنية دي، فهو لغاه ووضع نفسه تحت حماية انجلترا وفرنسا. يعني كان حاطط نفسه وممتلكاته كل حاجة تحت حماية انجلترا وفرنسا، واسند الوزارة الى رياض باشا، وده كان طبعا وزير عميل الانجليزي فرنسي او عميل الاجانب، يعني كان بيسعى لصالح الاجانب وليس لصالح المصريين، كان معروف بميوله الاجنبية، وكان بكل اعماله وتصرفاته كانت لصالح الاجانب وليس لصالح المصريين. يبقى ديت الاعمال اللي قام بيها توفيق في بدايه حكمه، طبعا يعني حاجه لا تبشر باي خير. تعالى كده بقى نشوف، نكمل درسنا ونشوف اسباب الثوره العرابيه. هنا بس معلش في سؤال بيقول لي استنتج اهداف الخديوي توفيق من سماحه بازدياده التدخل الاجنبي، هو هدفه ايه من سماحه بزياده التدخل الاجنبي؟ طبعا كان هدفه البقاء في حكم مصر اطول فتره ممكنه، ارضاء الاجانب والبقاء في حكم مصر، لان هو عارف ومتاكد ان صاحب النفوذ الاعلى وصاحب القوه والسلطه في البلاد هم الاجانب. يعني لذلك هم اللي يعني ممكن يقدروا يخلوه يقعد او يمشي، وده طبعا ظهر واضح قوي في مع ابوه الخديوي اسماعيل. لذلك هو كان يعني حاطط بقى كل يعني طموحاته وكده في ان هو يفضل في مصر اطول فتره ممكنه. فعلشان يفضل على كرسي الحكم يبقى لازم يرضي مين؟ لازم يرضي الاجانب، لازم يقوم بتحقيق اهدافهم وتحقيق مطالبهم.
لذلك سمح بزيادة التدخل الأجنبي. طب أسباب الثورة العربية، أول سبب هو ازدياد التدخل الأجنبي في شؤون مصر نتيجة للقروض وفقدان مصر نصيبها من أسهم قناة السويس بعد ما يعني ساءت الأزمة المالية وازدادت قوي على مصر. اضطرت مصر إن هي تبيع نصيبها من الأسهم قناة شركة قناة السويس. مصر كان ليها نصف الأسهم فباعتهم علشان تحاول توفر فلوس تحل بيها أزمتها المالية وتدفع الديون اللي عليها للدول الأجنبية، ورغم كده برضو الأزمة ما اتحلتش. يبقى زيادة التدخل الأجنبي كان سبب من أسباب الثورة العربية. طب السبب الثاني، المؤثرات الفكرية الغربية التي أدت إلى نمو الوعي القومي وتطورت إلى المطالبة بالدستور والحكم النيابي. في الوقت ده كان في ثورات تحرر ومناداة بالحرية والديمقراطية في الغرب، وكانت هذه المطالبات المؤثرات بتنتقل إلى مصر، فكان المصريين بيطالبوا بنفس هذه الأفكار ونفس هذه المؤثرات، يعني يطالبوا بالدستور، يطالبوا بالحكم النيابي، بالديمقراطية. ثلاثة، سوء أحوال مصر الاقتصادية في عهد وزارة رياض باشا. حالة مصر كانت سيئة جدا من كل النواحي، يعني حتى بس كان أكترها الناحية الاقتصادية في عهد وزارة رياض باشا، اللي قلنا إن هو كان عميل أجنبي وكان بيسعى لصالح الأجانب وليس لصالح المصريين. أربعة، اضطهاد عثمان رفقي باشا للضباط المصريين وعدم ترقيتهم. عثمان رفقي ده كان من الشراكسة وكان ماسك طبعا وزارة الحربية وكان مسؤول عن الجيش المصري، فكان معروف باضطهاده للضباط المصريين ويعني عدم ترقيتهم، عدم اعطائهم الحوافز المكافآت اللي يستحقوها، ابعادهم في المناطق البعيدة النائية. وفي حين ان هو كان كان بيعامل الاتراك والشراكسة او الاجانب بمعاملة حسنة وبيفتح لهم باب الترقي، بيديهم مكافآت وحوافز بدرجة كبيرة يعني. فالمصريين خاصة الضباط طبعا حسوا بالظلم والقهر اللي هم فيه دوت بسبب سياسة عثمان رفقي ده، لذلك هيقوموا هيقوموا بالثورة العربية. يبقى عندي كده أربع أسباب للثورة العربية: زيادة التدخل الأجنبي والمؤثرات الفكرية الغربية، سوء أحوال مصر الاقتصادية في وزارة رياض، واضطهاد عثمان رفقي للضباط المصريين. نشوف بس المعلومة ديت الأول. عناصر الثورة العربية، شارك في الثورة العربية عناصر عديدة منها أحمد عرابي، طبعا سميت عرابية نسبة لعرابي، بس ما كانش عرابي لوحده اللي قام بالثورة، طبعا كان في معاه مجموعة من الضباط الوطنيين، دعاة ودعاة إصلاح مثقفون مرتبطون بالجامع الأزهر وإن احتكوا بالثقافة الغربية، أمثال الشيخ محمد عبده وعبد الله النديم اللي كان بيلقب بخطيب الثورة، وغيرهم من علماء وطلاب الجامع الأزهر وتلاميذ السيد جمال الدين الأفغاني. تعالى نكمل كده مع بعض ونشوف أحداث الثورة العربية. شفنا الأسباب، نشوف بقى الأحداث. مرت الثورة العربية بعدة مراحل. تعالوا نشوف أول مرحلة، حادثة قصر النيل. إيه حادثة قصر النيل ديت؟ في منتصف يناير 1881 تقدم عرابي وزملائه بشكوى إلى مجلس الوزراء. أنا لسه قايلة لكم من شوية إن عثمان رفقي ماله، عثمان رفقي دوت بيعامل المصريين معاملة سيئة وبيضطهدهم وبيحرمهم من الحوافز والمكافآت وبيعامل الضباط الأتراك والشراكسة معاملة حسنة. فهنا عرابي وزملائه قالوا مش هنسكت على الظلم ده، فاتقدموا بشكوى إلى مجلس الوزراء طالبوا فيها بإقالة ناظر الجهادية اللي هي وزارة الحربية يعني، اللي هو اسمه عثمان رفقي. تمام، يبقى هم راحوا للوزارة لمجلس الوزراء وطالبوا في قصر النيل طبعا، وطالبوا بإسقاط أو إقالة عثمان رفقي ناظر الجهادية. لما الخديوي توفيق عرف الكلام ده أمر بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة أمام مجلس عسكري. هو انتوا بقى يا مصريين يعني هيبقى لكم كلمه وراي كده؟ لا، ده انتوا لازما يعني لازما تاخدوا بالشده والقمع كده علشان ما تقدروش تطالبوا باي حريه واي ديمقراطيه. امر بالقبض على المجموعه ديت وتقديمهم لمحاكمه عسكريه، وتم اعتقالهم بسجن قصر النيل. ونتيجه لتحرك رجال الجيش طبعا، زمايلهم باقي رجال الجيش المصريين عرفوا باللي حصل لعرابي وزمايله اللي راحوا يطالبوا بحقوقهم وراحوا يطالبوا بإقالة عثمان رفقي. عرفوا طبعا انه عرابي وزمايله اتقبض عليهم، اعتقلوا واتسجنوا في سجن قصر النيل. فتحركوا طبعا، مش هيسيبوهم بقى، ما خافوش، شايفين بقى الرجال الشجعان الابطال. راحوا اتحركوا رجال الجيش وراحوا حصروا قصر النيل وقالوا مش هنمشي الا لما تفرجوا عن زمايلنا. فتم فعلا تم اخراج عرابي وزملائه بالقوه،
واستجاب كمان الخديوي لمطالبهم وعزل عثمان رفقي وعين محمود سامي البارودي بدلا منه. يبقى ده نجاح طبعا لحركه ايه الضباط. دي كانت الخطوه الاولى في احداث الثوره العربيه اللي هي حادثه قصر النيل. بسرعه كده تاني، احنا عارفين اسباب الحادثه ديت ايه، ان عثمان رفقي بيضطهد الضباط المصريين فلم يسكتوا على الظلم والاضطهاد ده، وراحوا يعني عرابي راح هو وزمايله يتقدموا بشكوى لمجلس الوزراء في سرايا قصر النيل. وطبعا الخديوي توفيق لما عرف طالب بالقبض عليهم وتقدموا المحاكمة ايه عسكرية، وتم اعتقالهم وسجنهم، اتسجنوا في قصر النيل، في سجن قصر النيل. لما زمايلهم عرفوا اتحركوا، ما سكتوش واتحركوا وراحوا حصروا قصر النيل وطلبوا بالإفراج عن عرابي وزمايله، وكمان تحقيق مطلبهم اللي هما كانوا أصلا جايين هيطلبوا بيه بعزل عثمان رفقي نظر الجهادية. فاستجاب، اضطر بقى الخديوي توفيق ان هو يستجيب ليهم. ليه بقى ليه استجاب؟ الجيش سير عليه فلازم ان يهديه طبعا، لان دي حاجة خطيرة جدا فلازم ان يهديه. فاستجاب ليهم وفعلا تم اخراج عرابي وزمايله، وتم عزل عثمان رفقي وتعيين مين؟ محمود سامي البارودي. وده بقى ضابط مصري يعني مخلص وشجاع ومن ضباط المصريين اللي هم يعني المخلصين جدا، فده اللي هيصلح احوالهم وده اللي هم يعني يعتبر انتصار ليهم. شالوا اللي هم مش عايزينه وجابوا الشخص المناسب اللي هم ايه عايزينه، عين محمود سامي البارودي بدلا منه. نخش بقى على الخطوه الثانيه للثوره، مظاهرة عابدين في 9 سبتمبر 1881. طبعا حادثة قصر النيل كانت في يناير 81، خلي بالكم لان في احداث يعني في نفس السنة، يناير 81 حادث قصر النيل، اما سبتمبر 81 مظاهرة عابدين. حصل ايه بقى في المظاهرة ديت؟ خرج عرابي على رأس الجيش ومعه الاف من الوطنيين. المصريين طبعا لما لقوا ان الضباط عرفوا يحققوا مطالبهم يعني لقوا نظروا الى الضباط دول على ان هم اللي هيخلصوهم من الظلم اللي هم فيه، فكان عدد كبير من المصريين والفلاحين وكده بيتقدموا بشكاويهم الى عرابي والى زملائه علشان يقدروا ان هم يعبروا عن هذه الشكاوي يعني، ويطالبوا الخديوي برفع الظلم عنهم. فقرر عرابي ان هو يخرج على رأس الجيش ومعاه الاف من المصريين الى ساحة عابدين قصر عابدين في مظاهرة وطنية، مظاهرة سلمية. وحتى كان يعني معرف الخديوي ان هو هيجي علشان يلقي مطالب الشعب عليه. راح في المظاهرة ديت وابرزت مدى مؤازرة الشعب العرابي، يعني في المظاهرة ديت قدرنا نعرف او قدرنا نتأكد ان الشعب المصري واقف مع عرابي وفي صفه ومسانده ومأيده وزملائه لتقديم مطالب الأمة. عرابي راح بقى عشان مش هيقدم مطالب ليه هو، لا ده مطالب الأمة المصرية كلها. ونزل الخديوي توفيق إلى الميدان وبرفقته بعض الضباط الأتراك والقنصل البريطاني، نزل هو ليهم الخديوي توفيق ومعاه ضباط أتراك ومعاه قنصل إيه بريطاني ومراقب مالي بريطاني، الأجانب بقى اللي حواليه. تمثلت المطالب في إيه؟ عايز إيه بقى يا عرابي؟ اسقاط الحكومه المستبده اللي هي حكومه ايه، حكومه رياض باشا. انا لسه قايله لكم راجل خاين، هو مصري بس عميل اجنبي بيعمل لصالح الاجانب وليس لصالح المصريين. يعني من ضمن اعماله مثلا ان هو عزل عدد كبير جدا من الموظفين المصريين بحجه توفير مرتباتهم على اساس ان الدوله فقيره والدوله في ازمه ماليه ومش مش قادره تدفع لهم مرتبات. في نفس الوقت قام بتعيين عدد كبير من الاجانب بدلا من المصريين بمرتبات اكتر كمان من مرتبات المصريين. طب يشوفوا بقى بيعمل ايه. طبعا ده يعني زود شعور المصريين بالظلم والقهر، فهم طلبوا باسقاط الوزاره المستبده وزاره رياض باشا، ده اول مطلب. المطلب الثاني تشكيل مجلس نواب على النسق الاوروبي، عايزين مجلس شعب، مجلس يتكلم باسمنا يدافع عن حقوقنا. المطلب الثالث، هما كانوا ثلاث مطالب، المطلب الثالث هو زيادة عدد الجيش إلى 18,000 جندي. طبعا الجيش كان عدده 1,000، فإيه هما عايزين الجيش عدده يزيد علشان يبقى درع وحماية وحصن للبلاد ويقدر إن هو يحمي البلاد ويدافع عنها. فطلبوا بزيادة عدد الجيش ل 18,000 جندي، واضطر الخديوي أن يوافق. بس خلي بالك هو في البداية رفض،
يعني الخديوي توفيق في البدايه بعد معاراه بيقال له المطالب ديت الثلاثه، عايزين نسقط وزاره الرياضه المستبده، وعايزين مجلس نواب على النسق الاوروبي، وعايزين نزود الجيش ل 18000 جندي. في البدايه قال له ايه، كل هذه المطالب ليس لكم حق فيها، وما انتم الا عبيد احساناتنا، ده انتم عبيد عندنا، احنا ورثناكم مع ايه، مع الدوله يعني من ابائنا واجدادنا. فراح عرابي طبعا يكلمه بكل بقى منتهى القوه كده والشجاعه، نحن لسنا عبيدا، والله الذي لا اله الا هو، لقد خلقنا الله احرارا ولم يخلقنا تراثا او عقارا، فوالله الذي لا اله الا هو اننا سوف لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم. احنا ربنا خلقنا احرار، ما خلقناش عبيد عندك تراث او عقار ليك، فاحنا مش هنستعبد ومش هنورث بعد ايه، بعد اليوم. وقال له انا مش همشي انا والمصريين الا لما تنفذ هذه ايه المطالب. فاضطر الخديوي ان يوافق على مطالب الامه والجيش. طب في حاله انه ما وافقش، تفتكر ايه اللي كان ممكن يحصل؟ هل كان يقدر الخديوي توفيق ما يوافقش على هذه المطالب؟ طبعا هو وافق عليها غصب عنه، لانه لو ما وافقش دلوقتي الشعب والجيش هما الاثنين ايد واحده، وهما الاثنين متفقين وواقفين في وجه الخديوي. فلو رفض هذه المطالب واستمر في عناده وتكبره، ففي الحاله ديت كان ممكن تتحول الثوره ديت الى يعني من مظاهره الى ثوره، من حركه سلميه لحركه بقى يعني دمويه وحربيه وهكذا، ويقوموا بعزله من الحكم. فبالتالي اضطر ان هو علشان يهدي الشعب ويهدي الجيش، اضطر ان هو يوافق على هذه المطالب. فاسند الوزاره الى شريف باشا، يعني قال اعلن على طول عزل وزاره رياض، واسند الوزاره الى شريف باشا، وشريف باشا دوت معروف بوطنيته واخلاصه، وامر بتشكيله ايه الوزاره بعد ان اشتد، وطبعا وعد بتنفيذ المطلبين الاخرين اللي هو يعمل مجلس نواب، وان هو يزود الجيش ل 18000 جندي. وبكده طبعا نجحت مظاهره عابدين في تحقيق مطالبها بعد ان اشتد الحوار بين الخديوي وايه وعرابي زي ما شفنا في الحوار. وزاره شريف باشا، تعالوا بقى نشوف شريف باشا كده عمل ايه. اجريت الانتخابات لمجلس النواب الجديد الذي افتتح في ديسمبر 1881. طبعا المظاهره كانت في ايه، كانت في سبتمبر 9 سبتمبر 81، في ديسمبر، سبتمبر هو شهر 9، في ديسمبر في شهر 12 اتعمل مجلس ايه النواب، تمام، وتم افتتاحه في 1881 ديسمبر زي ما قلنا. وعرض شريف باشا على مجلس النواب اللائحة الأساسية، عرض عليهم بقى الدستور التي لم تتضمن، خلي بالك، حق المجلس في مناقشة الميزانية. يعني ايه، شريف باشا ما حطش في الدستور الجديد ان من حق مجلس النواب انه يناقش الميزانية. يعني ايه الميزانية ديت؟ يعني الفلوس اللي في البلد، فلوس الدولة جاية منين وراحة فين. طب ليه يا شريف ما عملتش كده؟ قال لك ممكن لو حطيتها، طبعا هي في ايد مين؟ في ايد الاجانب، الانجليز والفرنسيين، الانجليز الايرادات والفرنسي المصروفات زي ما قلنا نظام المراقبه الثنائيه. فقال لك انا ممكن لو حطيت الموضوع دوت في الدستور، الدستور كله يترفض. ليه؟ لان الاجانب هيرفضوا ان الشعب او مجلس النواب يعني يناقش الميزانيه، وان الميزانيه دي من اختصاصاته هم، يعني اختصاصاتهم هم وهم المسؤولين عنها. فقال لك ايه، بلاش نحطها في الدستور. فكان بيرى تأجيلها لتجنب الاصطدام بالدول الأوروبية، ولكن مجلس النواب رفض، قال له لا، احنا مش هنوافق على الدستور ده واللائحة الأساسية بتاعتك ديت إلا لما تتضمن حق مجلس النواب في مناقشة ايه الميزانية. فحصل جدل بينهم، وحصل يعني صدام بينهم، بين وزارة شريف وبين ايه، وبين مجلس النواب. تعالوا نشوف، نكمل مع بعض كده الأحداث. المذكرة المشتركة الأولى في يناير 1882. إيه المذكرة المشتركة الأولى ديت؟ وليه مشتركة؟ لأن كانت من إنجلترا وفرنسا، أرادت بريطانيا وفرنسا تقوية مركز الخديوي في مواجهة الحركة الإيه؟ الوطنية. فأرسلت يعني هما الاتنين بعتوا في يناير سنة 82 مذكرة مشتركة. يعني ورقة كده طلب، أبدت فيها رغبتهم الصريحة في حل مجلس النواب، طلبت من الخديوي إنه يحل مجلس النواب ده. وتأييدهم التام لإيه؟ لموقف الخديوي ومساندته ضد الحركة الوطنية، إحنا معاك وإحنا بنساندك ضد وكأن الخديوي ده يعني كأنه مش هو حاكم لمصر، كأنه هو كده محتل للبلاد معاهم. يعني إحنا بنساندك ضد الحركة الوطنية، مع إن الخديوي المفروض يبقى هو معاهم، مع الوطنيين ومع الحركة الوطنية، ضد الأجانب، لأن هم بيسعوا لصالح مصر ولصالح البلد. يعني كل اللي بيعملوه دوت لمصلحة البلاد اللي هو بيحكمها. ف
فهو المفروض يعني الصح يعني الوضع الطبيعي ان هو يبقى معاهم مع الوطنيين مع مجلس النواب مع وزارته وحكومته، ولكن للأسف الخديوي كان بيسعى لصالح الأجانب وليس لصالح المصريين. فهم قالوا له احنا معاك ما تخافش واحنا هنأيدك وبنطالبك بأنك تحل مجلس النواب. ده كان في المذكرة المشتركة الأولى، طبعا بتعتبر تدخل صريح وصارخ في يعني السياسة الداخلية لمصر. انتوا مالكوا يعني؟ دي حاجة داخلية مثلا ومسألة داخلية بين الحكومة وبين مجلس النواب، انتوا تتدخلوا فيها ليه؟ طيب تعالوا نكمل مع بعض كده. وزارة محمود سامي البارودي في فبراير 1882 اللي هي بنسميها وزارة وزارة الثورة، اضطر شريف باشا للاستقالة. طبعا شريف لما لقى مفيش فايدة بقى وفي صدام بينه وبين مجلس النواب، مجلس النواب رافض الدستور اللي هو حاطه علشان ما بيتضمنش مناقشة الميزانية، فراح قدم استقالته. تمام، اضطر للاستقالة لإصرار مجلس النواب على مناقشة الميزانية، يبقى ده سبب استقالة وزارة شريف، إصرار مجلس النواب على مناقشة الميزانية، واحتجاجا برضو على وصول المذكرة المشتركة الأولى. طب مين اللي هيتولى الوزارة بعد كده؟ محمود سامي البارودي. مش محمود سامي البارودي ده خدناه من شوية كده كان وزير الجهادية بدل عثمان رفقي؟ تمام، هيتولى هو بقى الوزارة، رئاسة الوزارة. وطب امال وزارة الجهادية مين اللي هيمسكها؟ أحمد عرابي. يبقى تولى محمود سامي البارودي رئاسة الوزارة وأسندت وزارة الجهادية لمين؟ والبحرية العرابي. تمام، ولذلك سميت هذه الوزارة بوزارة الثورة لأنها تكونت من ضباط الثورة محمود سامي البارودي وأحمد عرابي. وصدر المرسوم بتأييد الوزارة الجديدة والتي أصدرت اللائحة الأساسية أو الدستور، نصت على إيه بقى؟ هنشوف بقى الخلاف هيزول ولا لأ. مسؤولية الوزارة أمام مجلس النواب وحق المجلس في مناقشة الميزانية وإقرارها. حلو قوي، جميل الكلام ده. يبقى هو نقطة الخلاف بين وزارة شريف ومجلس النواب خلاص اتشالت. إزاي؟ الوزارة الجديدة وزارة محمود سامي البارودي وزارة الثورة قالت إيه؟ قالت إن من حق مجلس النواب إنه يناقش الميزانية ويقرها، يوافق عليها أو يرفضها، ليه الحق في كل ده، وإن الوزارة مسؤولة أمام مجلس النواب. كلام جميل جدا طبعا، وهو ده الصح. بس طبعا الكلام ده مش هيرضي ناس تانية دلوقتي هنشوف. اكتشفت مؤامرة من الضباط الشراكسة لاغتيال عرابي، عرابي كان وزير الجهادية. فطبعا وزارة الجهادية اللي هي زي وزارة الحربية كده دلوقتي، طبعا احنا قلنا في ضباط مصريين وفي ضباط أتراك وشراكسة، والمصريين كانوا مضطهدين أيام عثمان رفقي، والشراكسة بقى والأتراك دول متدلعين طبعا على الآخر. فلما جه عرابي وقبل منه محمود سامي البارودي عملوا ايه؟ عملوا مساواة بين الضباط دول المصريين والأتراك والشراكسة. لكن طبعا الأتراك والشراكسة مش يعني مش عاجبهم الوضع ده، فطبعا حاولوا ان هم يغتالوا عرابي ومحمود سامي البارودي ومجموعة الضباط الوطنيين دول، ولكن مؤامرتهم تم اكتشافها. يبقى اكتشفت مؤامرة من الضباط الشراكسة لاغتيال عرابي والضباط الوطنيين للإطاحة بالوزارة الجديدة، مما ترتب عليه محاكمة المشتركين في المؤامرة. يبقى مسكوا اللي هم دبروا مؤامرة اغتيال عرابي وزمايله وحكموهم، وحكموا عليهم بالنفي الى اقاصي السودان. هو الحقيقة يعني في الاول كان الحكم عليهم بالاعدام، ولكن نظرا لتدخل الخديوي اتخفف الحكم بالنفي الى اقاصي السودان. ولكن الخديوي رفض التصديق على الحكم، وكمان الخديوي ما عجبوش الحكم ده بالنفي، يعني هم حكموا عليهم بالاعدام في البداية واتخفف بعد كده للنفي، فكمان الخديوي مش عاجبه كمان ان هم ينفوا الاقاصي السودان التصديق على الحكم. ولذلك حدث توتر بين الوزارة وبين الخديوي، بدأ الموضوع بقى يبقى فيه توتر بين الوزارة وبين الخديوي. المذكرة المشتركة الثانية في مايو 82، تدخلت بريطانيا وفرنسا مرة تانية، مفيش فايدة برضو، لمساندة الخديوي أمام العسكريين، فأرسلت قطع من أسطولهم إلى الإسكندرية. ده دلوقتي بقى ده احنا بعتنا حاجة كده يعني تهديد بقى، قطع من الأسطول الحربي لإسكندرية. تمام، كما أرسلت الدولتين مذكرة مشتركة تانية تطالبان فيها بإقالة البارودي. يبقى في المذكرة التانية طلبوا إقالة البارودي وإبعاد عرابي وزمايله خارج البلاد، يعني عايزين ينفوا عرابي وزمايله خارج البلاد، بدل ما ينفوا الناس اللي كانوا بيدبرين مؤامرة الاغتيال، لا هينفوا عرابي وزمايله. ليه؟ لأن هم دولت المخلصين الوطنيين اللي بيسعوا لصالح البلاد، فهم مش عايزين يخلصوا منهم. دي كانت مطالب المذكرة المشتركة التانية.
نخلي بالنا كويس قوي من الأحداث ومن المذكرة المشتركة الأولى والتانية، ساعات بيجي مقارنة بينهم. يبقى احنا عارفين الأولى كان السبب بتاعها ايه، اعتراض مجلس النواب على عدم وجود حق المجلس في مناقشة الميزانية، يعني الخلاف اللي حصل بين وزارة شريف وبين مجلس النواب في حق المجلس في مناقشة ايه الميزانية. وبعتت انجلترا وفرنسا المذكرة بتساند الخديوي وبتطالب فيها بايه، بعزل مجلس النواب او حل مجلس النواب. ده في الاولى، وترتب عليها ايه؟ استقالة وزارة شريف. يبقى النتيجة المترتبة على المذكرة المشتركة الأولى استقالة وزارة شريف. طيب المذكرة بقى المشتركة التانية كان سببها طبعا ان انجلترا وفرنسا بتطالب بإقالة البارودي وابعاد عرابي وزمايله خارج البلاد. يبقى هي بتطالب ابعاد عرابي وزمايله خارج البلاد وإقالة وزارة البارودي. دي مطالب الدولتين في المذكرة المشتركة التانية. هنكتفي بالجزء دوت في الحلقة دي، وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل مع بعض إيه درسنا، عشان ما يبقاش يعني الدرس كبير عليكم طويل، لأنه درس طويل شوية. عايزة بس ناخد أهم الأسئلة على الجزئية اللي احنا خدناها. تعالوا مع بعض كده نشوفها. يلا، سؤال هنا بيقول لي: دلل اتخذ توفيق سياسة أدت إلى زيادة التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، ايه الدليل على كده؟ طبعا إعادة نظام المراقبة الثنائية، رفض اللائحة الأساسية أو الدستور لمجلس النواب، وضع نفسه تحت حماية إنجلترا وفرنسا بإسناد الوزراء إلى رياض باشا. دي الإجراءات اللي خدها بتدل على زيادة التدخل الأجنبي. ما هي أسباب الثورة العربية؟ احنا طبعا خدنا 4 أسباب. السبب الأول هو زيادة التدخل الأجنبي في شؤون مصر نتيجة القروض والمؤثرات الفكرية الغربية اللي امتدت إلى مصر، وسوء أحوال مصر الاقتصادية في وزارة رياض، واضطهاد عثمان رفقي باشا للضباط المصريين وعدم ترقيتهم. السؤال اللي بعده: بما تفسر حادثة قصر النيل؟ ايه سبب الحادثة دي؟ المطالبة بإيه؟ المطالبة بإسقاط عثمان رفقي أو إقالة عثمان رفقي ناظر الجهادية. للمطالبة بإقالة عثمان رفقي ناظر الجهادية. لكن لو قال لي: ما هي النتائج المترتبة على حادثة قصر النيل؟ ترتب عليها ايه؟ تحرك الجيش لإخراج عرابي وزملائه بالقوة، واستجابة الخديوي لمطالب الضباط المصريين، وعزل عثمان رفقي، وتعيين محمود سامي البارودي بدل منه. ده في حالة يقول لي: ما النتائج المترتبة على حادثة قصر النيل؟ نشوف السؤال اللي بعده: بما تفسر برضو مظاهرة عابدين في 9 سبتمبر 1881؟ طبعا هنا بنقول المطالب الثلاثة. يبقى المظاهرة دي كانت لإيه؟ للمطالبة بإسقاط الحكومة المستبدة برئاسة رياض باشا، تشكيل مجلس نواب على النسق الأوروبي، وزيادة عدد الجيش ل 18 ألف جندي. بما تفسر النزاع بين وزارة شريف ومجلس النواب؟ أسباب النزاع إيه؟ عدم تضمن اللائحة الأساسية أو الدستور حق مجلس النواب في مناقشة الميزانية. وصول المذكرة المشتركة الأولى: للمطالبة بحل مجلس النواب. استقالة وزارة شريف بسبب ايه؟ بسبب احتجاجا طبعا على وصول المذكرة المشتركة الأولى، وبسبب إصرار مجلس النواب على مناقشة الميزانية. وصول المذكرة المشتركة الثانية: للمطالبة بعزل وزارة البارودي وإبعاد عرابي وزملائه خارج مصر. يبقى دي كانت أسباب وصول المذكرة المشتركة الثانية لتأييد الخديوي في موقفه أمام العسكريين، والمطالبة بإقالة البارودي وإبعاد عرابي وزملائه خارج البلاد. بكده بنكون خلصنا الدرس. أتمنى الدرس يكون سهل عليكم. في الحلقة القادمة بإذن الله نكمله مع بعض. إلى أن نلتقي، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.